صباح الخير، صباح النور. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي كوزيتي. توحشتوها، على بالي بلي توحشتوا الروتينات لي فلوغ. تسني راه هنا ماما، انا توحشت ما تيماجينيوش شحال راني متوحشه داري، الكوزينه شحال متوحشه نطيب هنا. نشارك معكم، بارطاجي معكم. راهم جايين فيديوهات بزاف بزاف هايلين وراح تستمتعوا بهم على بالي، كنتوا تستناو فيهم اصلا. فباذن الله ان شاء الله استلوا الفتره القادمه. فقط نطول عليكم في المونتاج لانه راني مشغوله، وكم عارفين المونتاج يطول شويه، تما عليها نطول ما نهبط لكمش لي فيديو. باذن الله ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر نولي نرجع للمونتاج، نرجع نهبط لكم لي فيديو حتى نهار بنهار، وان شاء الله نشارك معكم. انا الكوزينه تاعي كاري تاعم باش كان يقلي الزيت، كان يقلي في الزيت يطيب، طار لي الزيت كله على الكوزينه هنايا. المره اللي فاتت سيخي قبل ما نروح ما عنديش بزاف من اللي عاود تغلف، شفتها لقيتها ما عندي ما نقولكم. قلت له يعني واش كنت دير هنا، واش كنت طيب؟ مي بشوي بشوي ان شاء الله نقيت شويه، مازال غير خفيف هكذا نكملوا. راح ندير فطور مصري نبارطاجي معكم اليوم. قلت لهم طاوله تاع فطور مصري، نفطروا كامل متجمعين كيف كيف انا والولاد ومحمود، ونشارك معكم. اول حاجه هنا جبنا هذه جبنه يسموها جبنه الثلاجه، يجي ماشي مالح بزاف بزاف. هما اغلب الفرماج عندهم مالح مي بنين. بالنسبه لوحده جديده كي تجي مثلا ولا يجيكم شويه بيزار، من بعد تولفوه يجي يولي بزاف بنين. انا مع الاول جاني شويه بصح ولفتو. ها هذا ثلاجه، هذه ماشي مالحه بزاف. وهنا عندي هذه جبنه براميلي اللي فيها فلفل، هذه تجي شويه حاره، هذه مالحه فيها الملح زياده بصح بنينه. عندنا الفول، الفول البنات انا ما نخدموش في الدار، كاين اللي يخدموه في الدار، حنا نشريوه واجد، كاين اللي يشريه واجد. انا في الدار ما نعرفش نخدموه في الدار كيما هما، مين نشريه واجد. يجي كيما هكذا كيما تشوفوا، يطيبوه كلش، يجي في ساشيه تشري كيما قسمة تحبي، مثلا 5000 10000 كيما تحبي انت، يا 5 جنيه 10 جنيه كل واحد وكيفاش واش يشري. يعطيه لك هكذا في ساشيات كيما تشوفوا، ها تحطوا وتحطوا عليه شويه تاع زيت زيتون ولا شويه تاع زيت نورمال. نحطوا عليه شوفوا الملح، الكمون، الشطه تاعهم هذيك الحاره، والزيت، زيت زيتون ولا زيت نورمال، من الاحسن زيت زيتون. هكذا يجي ونحطوا حتى يبدا يغلي هكذا، نحيوه. هذا مكان هكذا نشريوه حنا واجد. مي ساعات يخدموا بتشيخي، يخدموا في الدار، اذا خدموا بربي ان شاء الله المره القادمه بارطاجيه معكم. انا عندي خيار وطماطم باش نديروا سلطه، وعندي البيض باش نقلي البيض ونديروا التاي تاعهم ثاني، شاي المصري. يديروا ثاني بطاطا مقليه، كاين اللي ياكل كل واحد وكيفاه، شوفوا مقسمين، كاين اللي يشرب الحليب صباح، كاين اللي يخرج طول ياكل من برا سندويتشات طعميه. انا ما جبتش طعميه، طعميه فول، هاد الحوايج. كاين اللي يديروا باذنجان مقلي، بطاطا مقليه، كل واحد والاختلاف، راه كل بلاد والاختلاف تاعنا. حنا نشربوا حليب مثلا حليب ميفاي. كاين اللي يقولوا لك حنا كنا ناكلوا هذا الماكله اللي الصوما تاعنا توجع، هي نورمال ما ولفتوهاش فقط، بصح واحد واخر كوني يولفها تولي له عادي جدا. انا دوك ولفت اهم وجبه وشني في النهار اللي هي الفطور، فهما يفطروا مليح مليح، ومن بعد ان شاء الله بالنسبه للغدا يوليو يتغداو على ثلاثه. ولا نبداو بسم الله. Thank you.
دوكا كي مشتو راح ندير الفول. انا حطيته هاي درت غير وحده برك باسكو يكفينا، نزيد عليه شويه تاع زيت. انا راح ندير شويه تاع زيت الزيتون اللي كنت جبته معايا، ومدبلنا خير وخير. وندير كمون، ونزيد عليه الملح. هكذا نحركهم، نزيدو شويه الغاز ونخليه باش يغلي. حوايجي دوكا راني حاطه لتحتها عند بتشيخي. واش راح ندير؟ راح نصبغ الشعر امي عجوزتي، راح نصبغ لاشعرها. تقول لي لا لا، انا نحكي مع نشدها نقولها والله غير نصبغ لك. شوفوا انا جبت لها هذا هذه، وجبت لها هذه. نورمالمون ندير لها هذه، نعرف نديرها وقيله نوار ولا بني غام، نقول لها مش فيت. مي هذه المره بدات لها شويه، قلت لها نبدل لك شويه، ندي هذو ندير لها زوج باسكو هي دير زوج، وهذا نخليهم. واش جبت هذا وثاني معايا، هذا وين جيت قاعد ثاني ميته بالتعب. شوفوا الدار ما عندي، ما نقول لكم كيفاش لقيتها. جبت معايا شويه حبه عنب، لقيت الدار ما عندي، يعني غب شوي نخمل فيها، يعني لقيتها مفروزه مي وشني كيما الكوزينه وهكا الغب راكم عارفين، بصح لقيتها يعني الحق مفروزه. فرستها لي يعني خوت محمود مفروزه، غير الغبره وكيما الكوزينه قلت لكم هذوك نقي فيهم، نقيت شويه. وثاني راكم عارفين كيف الحاله اللي تفرغي بها الباجاج. ديجا انا كي كنت رايحه خليت القشطه في الخزانه، كي جيت عاود دوكاني فرست القش باش نحطو الفوق في الفاليزه تاع الشتاء، ونخليته على الصيف. الباجاج ثاني اللي كنت جايباته معايا دوك القش وهذوك الحوايج بشوي غير بشوي نخمل حتى نكمل باذن الله ان شاء الله يا ربي. وزدت صبغت شعر عجوزتي، خرج لها يعني ما شاء الله خرج لها يهبل. نحب من نروح لتزاير نجيب لها صبغه، كاينه الصبغه هنايا بصح ما بيش علاش بين نجي نجيب صبغه معايا كنفرحها بها، وهي تبع باش تحشم ولا تقولي لا لا ما تصبغي ليش، لا لا ما ديري ليش. نقولها والله غير نصبغ لك، ندير لك نبدل لك شويه اللوك هكذا نفرحها. عباكم كبير شيخي واش قالها، قالها تشفي، قالها شوفي ربي يعني كيفاش يعوض. قالت له علاه؟ قالها كيما انت كنتي حكمه اللي هي مو، قالها كيما كنتي تمشطي لها شعرها وتغسلي لها وتدوشي لها وكذا، قالها هو رزقك ربي. يعني كيما درتي كيما تلقاي سبحان الله. قالها هو رزقك بربي بوحده ثاني تمشط لك شعرك تصبغ لك شعرك قايمه بيك. ما تصوروش حيل فرحني هذا الكلام. وهذا ما كان شويه نروح للسوق، نحب نروح في الليل، نروح دوك في الليل خاطر السخانه في النهار تقتل. مازلنا شحال كليماتيزر، مازلنا في السخانه، ما قعدتش قالوا لي ما قعدتش كيما كانت في جويلي والبدايه تاع اوت وكلش، مي هكذا كل جو شويه سخون. المهم دوك نقول لكم شكرا لكم بزاف على دعمكم، شكرا على تعليقاتكم، ما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو، ابوني للقناه، وشكرا لكم بزاف 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 اللي بعثوا لي ميساجات في الانستغرام في يسقسيوا عليا يعني في كل بلاصه. ربي يحفظكم ان شاء الله. نحاول اني ما نطولش عليكم ونصور لكم، هو ولا غير التصوير نصور، شنو الفرق في المونتاج عباكم؟ مازال ما حكمتش هذاك الريتم، ما استفدتش ضبطت وقتي.
باغي نرجع لولاد دوكا الجومباز باذن الله ان شاء الله. نولي انا ثاني السبورت تاعي ان شاء الله، حتى نقي الدار نفرزها نكملها كلش باش نولي نستراح، نولي ما عنديش شغل واحد اخر كبير، والله هكذا نضبط وقتي باذن الله ان شاء الله، يولي عندي الوقت والفراغ ان شاء الله. الفيديوهات القادمه كما قلت لكم ان شاء الله كاين حوايج بزاف اللي راح تشوفوهم معنا، راني متحمسه ليهم بزاف، ما تصوروش شحال راني متحمسه. خليها لكم مفاجاه، كاين اللي يعرفوا كاين اللي ما يعرفوش، ما على باليش تخطر على بالكم ولا لا. دوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بالسلامه. وريهم البطاطا. رحنا للسوق وجينا، رحت انا وشيخ يعني في الليل، نحب ندي ونسى معايا، ديته هو اللي نديه معايا. هنا جبت بطاطا، هذه بطاطا الحلوة انا ما ناكلهاش، مي ياكلوها الاولاد ومحمود باش نديرها لهم. شوف، وجبت ثاني، هنا جبنا دقلة على جال ثاني، محمود يموت يموت عليها، جبتها ثاني على جال الاولاد. انا ناكل غير الدقلة تاعنا هذيك اللي نجيب، هذا ما كان هذو شوية، وكاين واحد النوع ثاني يجيبوا سلفي من بلاصه وسمها الوادي كيما نقولوا، هذه هي اللي يديروا فيها الدقله وكلش تجي كيما تاعنا هكذاك معسله تهبل، ما كليتهمش. هذه لقيتها جاتني تشبه شويه، شوفوا ها تشبه شويه، شوفوا كيف تشبه شويه لتاعنا. ها هي هاي جبتها، هو محمود يحب هذه، وهذه ثاني جبت له هذا النوع. المهم هذه جاتني شويه تشبه تاعنا، دوك حتى نذوقها ونشوف اسكو تشبه لها ولا لا. متنوعه، شوفوا كاينه حبه كيما هكذا وكاينه حبه كيما هكذا، انا هذه ما ناكلهاش لي هكذا. جبت العنب بما انه رانا في موسم العنب، وجبت ثاني المانجا، وجبت الكارطوس، جبت الطماطم والخيار. شوفوا ديجا لقيت السوق طالع بزاف بزاف، البطاطا طالعه، وشن هي الطماطم ثاني طالعه، هبطت البصله، كانت البصله هي اللي غاليه، هبطت البصله طلعت الطماطم والحوايج الاخرين. هذو نغسل لهم الدقله باش ياكلوها نحطها لهم، العنب ثاني نغسلو نحطو في الفريجيدير، نخدم لهم بطاطا باش نحطها في الفور، وهكا نكون كملت. غسلتهم وجدتهم حطيتهم هنا في البورتمونجي، هذه هي الدقله ها هي، وهذه ثاني الحمراء ما بيش ذوقهم كيفاش داير. خلاص نهار نولي نحبهم كيما حوايج اخرين كيما القوافه اللي عندهم، ما نحبهاش خلاص. شوفوا هذا تقطع لازمني نعاودو، محمود قعد هنا ما عندي ممكن كيف نرجع للكوزينه.